هناك غموض كبير، خلل ما حدث لهذه الطائرة، لن تكون الأسباب الجوية. لماذا أكملت الطائرتين الثانيات؟ هل هم أهم من الرئيس الدولة؟ كان اختفاؤه لساعات طويلة لغزة، ثم أصبحت طريقة وفاته مع وزير خارجيته اللغز الأكبر. بعد فحص مضن في دروب وعرة ووسط طقس شديد الصعوبة، نجحت فرق الإنقاذ بعد 12 ساعة في الوصول إلى حطام طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. كانت المروحية محترقة ولقي كل من فيها حتفهم. الرئيس ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وسبعة مرافقين آخرين. في رسم الخط الزمني للأحداث التقطت هذه الصور للرئيس مع مرافقيه في المروحية في رحلة الذهاب. كان الرئيس متجها للقاء رئيس أذربيجان إلهام علييف لافتتاح سد مائي، وكان اللقاء فرصة لتخفيف التوتر بين البلدين اللذين كادا يصلا إلى حد النزاع العسكري، حين حشد الجيش الإيراني وحداته على الحدود مع أذربيجان قبل شهور. العلاقة بين أذربيجان وإيران ليست على ما يرام، رغم ذلك مر اللقاء بسلام. في طريق العودة كانت هناك ثلاث مروحيات، عادت اثنتان إلى وجهتهما واختفت طائرة رئيسي. وهنا ثارت تساؤلات عديدة، كيف عادت المروحيتان وفقدت الثالثة التي تقل الشخصيات الأهم رئيسي ووزير خارجيته؟ ولماذا لم تؤجل رحلة العودة بسبب الطقس السيء؟ وكيف لم تتمكن مروحية رئيسي من إرسال نداء استغاثة قبل سقوطها؟ وكيف سمح للرئيس بركوب طائرة قديمة الطراز لا تستطيع التحليق بكفاءة في ظروف جوية عاصفة؟ كل هذه التساؤلات تطرح في إطار التشكيك أن الحادثة عرضية. هذه طائرة الرئاسة الإيرانية، وطائرة الرئاسة يجب أن تكون تحت الصيانة. لا يستطيع الطيار أن يحلق فوق منطقة وفيها إعصار أو فيها أي شيء يعرض سلامة الطائرة والركاب إلى الخطر. كانت طائرتين أخرتين ترافق الرئيس، لكن لم يحصل لهم أي مشكلة. إذا كان الطقس غير مناسب سيكون للطائرات الثلاثة. لكن إن كان سقوط مروحية رئيسي مدبراً، فمن المستفيد؟ رئيسي لم يكن فقط رئيسا للبلاد، بل كان مرشحا لخلافة المرشد الإيراني علي خامنئي، ويقال إن المرشد تدخل لضمان فوزه بانتخابات الرئاسة بعد استبعاد المنافسين الأقوياء. ومع اختفاء رئيسي سيكون المستفيد شخصا آخر طامحا في منصب المرشد، هو مجتبى خامنئي ابن المرشد نفسه. فهل كان تحطم المروحية حادثا مدبرا في إطار الصراع على وراثة منصب المرشد؟ لا توجد إجابة قاطعة. قد يفترض آخرون أن لطرف خارجي يدا في الحادث، إسرائيل مثلا، لكن هذا سيناريو يعني اندلاع الحرب في المنطقة، خصوصا أن التوتر وصل إلى ذروته بين البلدين. ولأن هذا الافتراض كان مطروحا خصوصا في الساعات الأولى لاختفاء طائرة رئيسي، سرعت إسرائيل لنفي أي صلة لها بما يجري. داخليا لن يؤثر غياب رئيسي على الوضع في البلاد، فالمرشد ما زال يتحكم في كل شيء، وسيتولى شخص آخر مهام الرئيس لحين إجراء انتخابات مبكرة. لكن تداعيات رحيل الرئيس الإيراني ستتكشف بمرور الوقت، سواء داخليا أو خارجيا، خصوصا إذا ظهرت أدلة جديدة تحل غموض رحيل رئيسي المفاجئ.